هلا يا حبيبي، كيف ان شاء الله بغير؟ ان شاء الله كل شيء تمام حبايبنا الكرام. رجعت لكم المقطع يا شباب، اتمنى انتم شايفين اليوم عندنا معلم حدث جديد. بس هناك شباب صار معي صدمه كبيره يا شباب، وانا كنت عم بضرب الحدث نسيت انه كنت قاعد عم بصور لك شباب. شايفين كانت اللفه هذيك الاولى يا شباب، 150 صدمه كبيره صارت معي شباب. صار تقريبا بقيت نص ساعه عم بصور ما بصور وعم بنتج، ولكن الاخير كل شيء كله راح. لك شباب لا تغزم، هذا حيكون تصوير عادي مثل ما انتم شايفين. اوكي شو حبايبي الكرام، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا لنا بالشيرات واللايكات والبارتاجات حبيبنا. اوكي شباب انتم شايفين هون عندنا كيرة لفه السوبر 150 جوهره. اوكي يعني كان عليها تخفيض شباب، يعني لفه السوبر شباب هي فقط الاشياء الموجوده اللي فوق فقط، من ما انتم شايفين يعني اول ما تضغط يعني الاشياء اللي فوق. اوكي عندنا هون لفه سوبر، عندنا هون لفه عاديه. مع اللفه العاديه شباب هي بتروح لكل الاطراف. خلينا نعمل وحده لفه عاديه. اوكي تمام بيض. اوكي والله يا شباب رح نكمل بلفة عادية شباب، لانه ممكن يطلع لنا السكين باقل بالسعر، فهمتوا علي؟ ولكن شباب لفة سوبر يعني ممكن تحظك، يعني تضرب اول لفة. انا بنصحكم شباب اللي بده يضرب هذا الحدث، جرب اول لفة لفة سوبر، ممكن يطلع لك السكين او السكين اللي تحبيه او اذا تحبه اول شيء من فوق. اوكي بس هيك رح افرجيكم شباب، رح افرجيكم يعني ممكن اذا مشان تشوفوا. اوكي ها شفتوا شو شباب حبيبي، والله طلع لي سكين هذا الزفت. anyway معلم حبيبي والله نكمل معلم. اوكي هذا نشوف ايه بيض معلم بيض. طبعا هون شباب هون مثل ما انتم شايفين يعني هون لفه السوبر 900 جوهره يعني مباشره، فهمتوا على كيف؟ هون عندنا اربع لفات يعني 300 جوهره، يعني انا ما بعرف يعني هون عندنا 300، هون راح اول ضربنا هلا هون 300، بعدين يمكن تصير اكثر. يعني انا والله ما اعرف شباب، انا شايف شباب نضرب مباشره لفه السوبر يعني مش نخلص معلم، ما ننتظر ننتظر او لك تطلب لك شوفنا. خلي يكون عندنا عندنا اصبر خلي الوضع ريلاكس، بدنا نشوف ممكن يعني يطلعنا عليه بهاللفه. اوكي يعني وعدي. اوكي يا زلمه لا ممكن ولا بطيخ، يا زلمه لا ممكن ولا بطيخ. انا شاب نحس يعني بحياتي معلم ما راح يطلع لي شيء من اول لفه. مره زبطت معي شباب، ما بتذكر ايمت بس ما اعرف. اوكي يا اخي نحس. انا شباب شفتوا بعينكم يعني هذا المقطع معلم، يعني اول ما صورته كلش راح. اوكي نلف معلم. اوكي هون عندنا ب 600 جوهره. الله يا شباب ما بعرف يا شباب، لو كنت بعرف معلم كنت ضارب بسرعه بلفه سوبر وكنت خلصت. بس طولوا بالكم شباب، طولوا بالكم، خلينا نشوف ممكن يطلع لنا شباب. طولوا بالك يا زلمي والله شباب انا بعرف معلم. خلص لفه العاديه معلم هاتم. واو شو هالحركات، حسبة فرد ظلم. اوكي شباب تمام، خلينا نطلع من هون نشوف ندخل على الحدث نشوف الحسبه هي. تمام مع شباب وانا مسمي حالي كنت عامل مقلب هيك نوب ما نوب فهمت علي كيف؟ anyway نجي لهون نشوف الحدث. ايه هات طبعا شاف فيهم سكنين، راح اجرب السكنين. اوكي يعني مشان ما تقولوا عليكم يعني مرات ما تقولوا عليكم ليش ما جربت السكن الثاني، هذيك مره عملت المقطع اللي فات وما جربته حبيبي والله. anyway خلينا ندخل لهون على وين الكاركتر، ناخذ هالشخصيه. تمام اوكي هاي فارس الزلم شباب، هذا هو السكين البنت مثل ما انتم شايفين. الصراحه يعني ماشي حاله بالنسبه لشخصيه بنت. يب بوي اوكي حبيبي. طبعا شباب يعني والله شباب دائما بحاول العب شخصيه بنات، بس ولكن يا شباب ما عم اقدر الصراحه يعني ما عم اقدر شباب. اعطونا شيء حل شباب اذا نقدر، يعني بعرف كثير من الشباب بيلعبوا شخصيه بنات يعني ما اعرف كيف بتعرف الصراحه، يعني اعطوني الطريقه شباب، اعطوني الطريقه يعني ما انتم شايفين يعني شخصيه بنت اللعب بيعرف الحركه حاسه كثير خفيفه يعني اعطونا يا معلم. اول شيء ما فهموا شباب، الشباب البلات بيلعبوا بشخصيه شباب عن جد يعني حبيب والله. اوكي خلينا نروح ناخذ شخصيه ماكسيم شباب، وراح نفتح الحزبه الهي اللي جبناها معنا نشوف شلون شكلها. ليتس جو بوي. اوكي وير ار يو وير هي حزبه الظلام، انا ما اعرف شو شادو روج. اوكي يا مان تعال هون. اوه يا اخي والله هذا الشباب هذا الشيء هاللبسه هي بتذكرني بشيء شغله معلم يعني من ال ما اعرف يا اخي ما اعرف بذكرني بشيء مثلا انمي والله ايش كيف ما اعرف شو اذا عرفتوا اكتبوا لنا بالتعليقات.
اوكي يا بوي، عشان مش شايفين الحقيبه عندي، عندي اختفت الحقيبه تبعت الفاير باس الاول، اختفي مع المعمل شويه من هاي اي شيء اللي وراه، ما اعرف شو اسمه حبيبي والله. المهم والله شايف السكين يعني مش بشي يعني متوسط، مش بشي ماشي حاله. اوكي هي الطاقيه وما طاقيه، ويعني انا توقعته يعني توقعته يكون كبير، بس ولكن لا ماشي حاله يعني مو جاي الشكل تبعه كبير. حتى العلامه علامه، ما فهمت شو هالعلامه، ظهر العلامه كان اكيد تعني على شيء. اوكي معلم، خلونا نشوف وين احنا نرزل. ننزل هون شباب على رواق، او لكم تعالوا ننزل في الوادي شباب، منطقه الوادي معلم بتكون دائما باللوس. اوكي شوف الاسكي معلم باللعب كيف شكله. طبعا هلا هيك صار، لانه لما كنا في الساحه كان غامق، هلا لا صار اتكشف، صار اكشف. والله شاب نزلت لي بيض عن جد، نزلت لي يعني دائما بيض، دائما يعني ما بعرف، دائما انا نوبه التنزيلات شباب ما بعرف يعني، مرات نزلت لي حلوات، مرات مو حلوات، مرات حبيبي والله. اوكي خلينا نشوف معلم. والبر اي واحد في سكواد فوق، وين رايح؟ هذول وين رايحين يا زلمه؟ والبر نزلت البيت والله بيت. اوه نايس، شوف الدويره معلم. كذا السكين شاب بيخفي الحقيبه، اكيد. نو شباب، ربك معلم، ربك قول لي راح نهزهم ولا كيف؟ ما فيش ظهر، ما يبغى ماشي. تعالوا. اوكي بوا، يا السلام عليك. خلينا ناخذ الكار، لا بلا الكار. اوكي يا اخي امشي يا اخي، في حدا هون ولا كيف؟ نجي من هون؟ علقت شوي صوت السماعات، علقت شوي صوت السماعات شوي، انا ما بسمع منيح. اوكي اوه في دم، هي دويره هي هل شو اسمه؟ اوه نايس. حلو ادخل يا اخي. شو القصه؟ صار لي ساعه بدور على سلاح شب مثل العالم، والناس ما في سلاح يا اخي. شو النحس اليوم معلم؟ صدقوني شب اليوم نحس بنحس، صدقوني يا جماعه. اوكي هي شفنا واحد معلم، هات لنشوف. عندي ثلج، ما عندي ثلج كمان. اوه ليه يا اخي؟ شو دعم البلازما؟ عندي بي ام بي لازم يكون وضع بالنص. يهديك ربي. هذه معلم تعطيه، ما في ثلج، ما في ثلج يا اخي. قول لي ابلع. اوه ام فور بلوز. لا 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 لا. يا جماعه مو طبيعي. هذا ما بعرف يا اخي، قمه النحس. والله عم يصير معلم، ما في شيء عم يزبط معلم. خلينا ناخذ الدمات تبعيته. هذا وين دماته؟ خذ هالدم. طاوله بتعرف انك تشتري ثلج، طول بالك. هل 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 حجي ربك ولو. وين هذا؟ هذا وين؟ موت. تعال شو خيط بيموت لحاله معنا. وفي واحد بالدروب كمان بالجريطه. ويل طلع. يلا روح، كان بده يروح يساعد صاحبه، مو يروح يساعد صاحبه، ممكن يكون صاحبه كمان. تعال نفرش، خلينا نروح نطور الاوضاع تبعتنا. اوكي هيك تسوقنا شباب، جبنا شوية اشياء، ثلجات وما ثلجات. ثلجات اوكي، وضعنا باللوز هلا، يعني طورنا الام 4 بس، ولكن ما في طلق يا زلمه. وين نجيب طلق؟ وين نجيب طلق يا اخي؟ اوه عم يساعد بعضه. نايم هذاك، نايم موت. خلينا نروح من هون معلم نشوف الاوضاع. وين؟ في واحد مني. اصبر شوي، والله جبني هيتشوت. رحت طلعت له الخوذه. نايس يا جماعه، دمي. خلينا نعبي الدم. يا الله شو الحظ الزفت يا جماعه، فصلت معي اللعبه مره ثانيه يا اخي. شوف حالك بفضل صور مقطع من عندي، اللعبه بتفصل. شوفوا يا الله. اهلين حبيبي، تعال هون. وين ما بربر؟ وين ما بربر يا زلمه؟ تعال صاحبك مو هيك؟ اصبر شوي. ما بربر يلا، ما بربر اكيد طور لي. انت بربرجي ده على اللوبي مان، على اللوبي يا مان، على اللوبي ولا. حلو نايس. شوف عنده لوت، هذا قدرنا يا زلمه.
طبعا عنده في اس اس فيربر. اوكي ما في مشكله خليه تمام يا اخي. ما في اي ار معلم، اي ار ما في يا جماعه، ما في اي ار. يا الله اي ار ما في يا اخي. اوكي معلم هون في دروب حلو. اي ار بلوز تمام، وضعنا تمام نايس حلو. يكذب او في واحد هنيك خش وين هذا معلم. اي بوت بوت نايس بوي. تعال هون تعال 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 هون تعال. وينك؟ شفتك. هي واحد هون شبك. اكثر واحد تفوت خالص باللوس. هذا ما شفته، انا ما شفته. هذا هذاك ملقلق يا زلمه مسكين. اذا فكرته مات هذا يخرب بيت سنتك. ذاك مسكين ملقلق شاف فاصل فاصل. تعال نشوفه معلم. تعرفوا شو بدنا نعطيه؟ بدنا نعطيه فرد معلم. اذا رجع لقيد الحياه نعطيه فرد. خذ معلم خذ هاي فرد. خذ لك هالفرد. اوكي خذ لك هالهش هالطلقات. اذا رجعت معلم احد قتلك انت بترجع بتقتلهم يعني. كفو عليك. هذا قلب انا قاعد بسخ الكليات. هذا عم بسخ الكليات يخرب بيتك. يلا هلوبي هلوبي ولا سخ من الكلية يهديك ربي. يا جماعة مرة تانية مرة تانية فصلت معي اللعبة اليوم بتطلعوني من اللعبة. اوكي حبايبي الكرام، المهم شباب الله يسعد ايديكم، لا تنسوا باللايكات وشير والبرتجات، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. بشوفكم ان شاء الله على البث ان شاء الله اليوم يا شباب باذن الله تعالى. شكرا لكم كثير، تابعونا على الفيسبوك بيوميات بسوس بشكل يومي شباب، نعمل لكم فيها دايما تزودوا ونزل لكم اكواد ما اكواد كل شيء. حبيبي والله بحبكم بزاف، بشوفكم على خير. سلام عليكم.